آخر مرة منتخب السيدات لعب بطولة أفريقيا اليد كانت سنة كام؟ ايه ده صعب اوي دي، بس ممكن اي حاجة و90 مثلا، مش عارف بعيد قوي. سنة 2012 2011. 2012. ماشي، تعرفي يشاركوا كم مرة؟ 6. 10. ماشي، منتخب مصر السيدات أحسن مركز حققه في أفريقيا كان في أول مشاركة ليه أصلا، اوكي. كان المركز الكام؟ ده صعبة قوي، ممكن مش عارف، ممكن تاني. لا، هو كان تالت. منتخب الولايات كسب بطولة أفريقيا كام مرة؟ 7. طب أكتر منتخب فاز بكأس عالم سيدات؟ نرويج. الأهلي كسب بطولة أفريقيا سيدات اليد كام مرة؟ مرة أو 2.